اطمئن منك على الاجواء وتدريبه النادي الاهلي ودخولهم الان الى طبعا مقر الاقامه قبل اجراء الحوار. طب خليني زميلي هاب قبل ما اتكلم في تفاصيل اليوم، يمكن معي نجم من نجوم الفريق هو النجم طبعا كابتن محمد هاني. بقول لك اهلا بيك على قناه الاهلي وتحياتي استاذ هاب الخطيب لحضرتك والكابتن احمد بلال. اهلا بيك طبعا وبمسي على الاستاذ ايهاب وكابتن احمد، اهلا بيكم طبعا. قول لي بقى تحدي جديد، بطوله جديده، بطوله عربيه، الاهلي بيشارك في كل البطولات بيبعينوا على الفوز بجميع البطولات، بكره عندكم مواجهه صعبه فريق النجم الالماني، شايف هذه المواجهه ازاي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا شايف البطوله دي بطوله كويسه طبعا، يعني تحدي كويس ان احنا نشارك وسط فرق عربيه كتير، فرق كويسه بتديك يعني كويس ان في ماتشات كتير الفتره دي كله عشان كله يبقى جاهز، اللعيبه كلها تبقى فت، كله يشارك، واحنا يعني النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها احتياطي واساسي، كله بيلعب وكله بيبقى كويس، ولازم اي ماتش تلعب فيه ان انت تبقى جاهز وتبقى كويس طبعا. يعني يمكن بتلعب في مباريات كتيره او بتقعد كمان احتياطي في فترات كبيره، بس بترجع بتلعب ما شاء الله، نمسك الخشب بترجع وبتلعب اكنك في الملعب، مستواك بيبقى ثابت وبتادي المدير الفني بيطلبه منك، ده محتاج منك تركيز ولا تضيف شويه في التمرين زياده تفكر كويس تركز تقول لا انا لازم اموت نفسي في التمرين عشان انزل في اي وقت ابقى جاهز؟ والله طبعا يعني الفرقه كلها طبعا يعني كلهم نفس الفكر وكله بيحترم راي الجهاز الفني طبعا، يعني هي ما حاجه اساسيه، احنا كله يعني انا بعمل اللي عليا وبجتهد وبتمرن كويس وبموت نفسي في التمرين عشان وقت ما تجيلي الفرصه ان انا ابقى جاهز أأدي بشكل كويس وأظهر بشكل كويس، يعني لكن حد يلعب أو يقعد دي يعني حاجة طبعا بتاعت الجهاز وحاجة تحترم طبعا، يعني أكيد هو ليهم وجهة نظر معينة، لكن الواحد بيأدي وبيعمل اللي عليه وبيحاول اللي هو وقت ما يشارك أو ياخد وقت معين اللي هو يأدي ويعمل اللي عليه بس. جمهور الأهلي عاوز دوري، عاوز كاس، عاوز بطولة أفريقيا، عاوز بطولة عربية، عاوز كل البطولات، تعملوا إيه؟ بص يعني احنا يعني الحمد لله احنا يعني من حتى واحنا في الناشئين احنا متعودين ان احنا المكسب ده حاجه اساسيه، انا متعود ان انا دايما اكسب، ان انا اي بطوله اخش فيها لازم ناخد رقم واحد وناخد البطوله، ما عندناش حاجه اسمها رقم اتنين، ف يعني كل اللعيبه والجهاز الفني وكله عنده نفس الفكر ان انت رقم واحد ان انت تكسب وتاخد اي بطوله تخش فيها، فاحنا كلنا شغالين على الاساس ده وربنا يكرمنا طبعا والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله. خلاص بكره باذن الله مواجهه النجم اللبناني وباذن الله يكون الفوز من حليف النادي الاهلي، عندكم مواجهه صعبه جدا مع الترجي التونسي وما ادراك ما الترجي التونسي في رادس، بس النادي الاهلي قادر على الفوز مع اي فريق في اي مكان والاهلي عملها مره واثنين وثلاثه. لا يعني احنا بنركز بس كل يعني ناخد كل مرحله بمرحلتها، احنا دلوقتي في البطوله العربيه نركز ان احنا نعمل ماتش كويس ونكسب اهم حاجه طبعا، نخلص ان شاء الله ونركز بقى الماتش الترجي ده ليه حسابات تانية، واللعيبه اللي موجودين كلهم لعيبه رجاله ولعبنا في ظروف اصعب من كده بكتير وكسبنا في الترجي وفي ملعبهم فيعني ان شاء الله ربنا يكرمنا، واحنا مركزين ان شاء الله في ماتش بكره اهم حاجه الاول نخلص على خير ان شاء الله ونكسب، وان شاء الله الماتش اللي بعدين نركز ان احنا نكسب هناك ان شاء الله. اخيرا بقى توعد جمهور الاهلي بايه؟ تقول لهم ايه؟ حابب تقول لهم ايه؟ والله انا بقول ان احنا يعني كلام كل سنه ان شاء الله ان احنا هنبذل اقصى جهد عندنا ونحاول ان احنا نكسب اي بطوله احنا هندخلها عشان نفرح الجمهور، الجمهور ليه حق طبعا ان احنا نفرحهم، يعني هو متعود ان النادي الاهلي دايما رقم واحد ودايما بنفرحهم ودايما بنكسب اي بطوله، فان شاء الله احنا هدفنا السنه دي كل البطولات اللي احنا ندخلها ان شاء الله باذن الله تبقى بتاعتنا ان شاء الله. توفيق ليك حبيبي، ربنا يخليك. زميلي ايهاب، يمكن ده كان لقاءنا مع نجم من نجوم الفريق الكابتن محمد هاني، وبعد قليل لقاء ايضا مع نجم اخر هو كابتن ناصر ماهر وايضا مع الكابتن محمد يوسف مدير الكوره والمدرب العام، وهنتكلم باستفاضه عن يوم النادي الاهلي بعد باذن الله لقاء الكابتن محمد يوسف، ولا انا اعود ليك اتفضل. اشكرك يا شريف، انت حددت بقى انت هتقول اللي انت عايزه انت، لكن احنا كنا عايزين طبعا ناخد اجواء عشان الكابتن بلال يعلق عليها، لكن كل التوفيق وان شاء الله منتظرين مداخلاتك الجايه عشان نتعرف على الاكثر من خلال المدرب العام اللي هي الفريق ومن خلال اليوم النهارده في برج العرب. شكرا شريف. كابتن احمد، كلام